طبعاً أول حاجة بسم الله الرحمن الرحيم، يعني الحمد لله اليوم لعبنا بجرينتا، الأولاد الكل سواء اللي لعبوا سواء اللي ما لعبوش، كنا قلب واحد طاقم فني إداري، ردينا يعني زي ما نقول الشرف متاعنا الحمد لله، يعني ديما الفرق الكبيرة تبان في المباريات الكبيرة. كنا في فترة سيئة، حكينا الجوارات الكل ماذا قلنا، على خاطر الجماهير اللي معناتها ديما واقفة معنا، على خاطر الستاف، على خاطر الرئيس سيمو عزمة، الناس هذوما وقفوا معنا في الفترات الصعبة. الحمد لله متى اليوم الناس كل كانت يد واحدة، قلب واحد، رجال من الدقيقة الأولى يظهر لي ماتش متى عادي، انتصرنا انتصار عادي، من هولوهاش برشا، ما كبروهاش برشا، انتصرنا كونتر متى منافس مباشر معنا. ندري اسفيق سمعتها حاجه واحد، اليوم رجعنا لسكه الانتصارات، رجعنا ما رجعنا الثقه في رواحنا، نكملوا نخدموا لرواحنا وقادم ان شاء الله خير باذن الله. كانت منافسه صعيبه، من لي جوار كانوا كونسيون، كنا بيان كونسونطري، ودخلنا سما دخلنا باش نربحوا، سما باش نعاودوا اومون نعاودوا من جديد، نقلبوا الصفحه ونعاودوا من جديد، والحمد لله جات في الصواب ربحنا. مبروك للملاعبيه على الروح الكبيره اللي لعبوا بها، مبروك لنا ومبروك الجماهير نادي الصفاقسي الانتصار هذه ضد الترجي، ونادي يعني الحمد لله كنا موجودين، انتصرنا بإقناع، تكتيكيا كنا متفوقين، ضغطنا على الترجي، سجلنا وزغلينا أخطاء دفاع المنافس. على كل نبدأ فرحان برشا كي ندخلوا البهجة لجماهير النادي الصفاقسي، نبدا فرحان برشا كي نفرح، علاش؟ لانه جماهير نادي الصفاقسي هما اهلي، انا كيف منهم، دونك فرحتي اكبر، على خاطر كي تبدا الجمعيه وكي تبدا تربي في الجمعيه تولي تحس اكثر. الحمد لله ان شاء الله ديما فرحانين، ونقول لهم حاجه لجماهيرنا، ما تخافوش على الفريق، لانه ثقتنا كبيره في الافكتيف الموجود، يلزمنا برشا دعم، يلزمنا وقت اللي يلزمنا نقد عادي، ما عندناش مشكله، لانه احنا عائله واحده، وديما هدفنا انه نادي الصفاقسي يكون فوق ان شاء الله.